كابتن ربيع، بي بي سي سبورت بتتحدث عن محمد صلاح، الكل الآن يتحدث عن صلاح ويتحدث عن المونديال. تعالى يا كابتن، يعني مفيش حد يقدر يوصف لنا يعني ايه فرحة تأهل المونديال الا واحد من اللي عاشوا الفرحة ديت في 90. الحمد لله، طبعا هي فرحة كبيرة جدا، وشفنا يعني بنشكر طبعا باشمهندس انا ابو ريده على هذا البيان محترم. ناس ساعات، الناس جهدت، الناس كافحت، الناس حاولت كتير جدا، حاول الاستقرار، وده مهم جدا جدا جدا، والبعد عن المشاكل. حتى في لحظة الانتقادات الراجل كان هادي جدا ويملك الخبرات اللي حافظت على الجهاز واللعيبة والنتائج كويسة. برضو الأستاذ أحمد أبو هشيمة برضو من الناس الكويسة، لازم نشكرها، داعم لهذا المنتخب وفي ظهره، وبفضل الله تعالى من الناس اللي ساهموا حاجات كثيرة جدا لصالح الوطن. الناس كلها تجاهدت، الناس كلها كافحت، الناس كلها ترابطت عشان إخراج الوصول للمونديال. فده شيء يحسب بفضل الله تعالى للجميع، جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانوا يعني على قلب رجل واحد، وإن هم يعني يحاولوا برضو إن كل واحد في مكانه إنه يجاهد ويكافح ويخلص. وكانت المكافأة إن ربنا كرم برضو، يعني مصر كلها لها أدوار، كل واحد له دور بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله نتائج كويسة، الحمد لله وصول كويس، في شك إن الوصول ده هيساعدنا كتير وهيغير حاجات كتيرة جدا الفترة القادمة بإذن الله. أكيد الدوري هيبقى قوي جدا بإذن الله، بداية بقى التجمعات المنتخب أفريقيا هيبقى بعائد كبير جدا على هذا الوطن العظيم بفضل الله. الناس كلها تحدث عن مصر، مصر تبقى موجودة في وسط إن شاء الله 32 منتخب على مصر، هيبقى إن شاء الله في روسيا يشرفنا ويشرفونا بإذن الله، أدائهم هيبقى قوية، فنياتهم تبقى عالية جدا. الحب بيصنع المعجزات، هذا المنتخب وشفنا الناس كلها النهاردة عامل الحب سهل أمور كتير جدا وما كسبش الناس، الحمد لله رب العالمين. فالشكر لله، وألف مبروك، والقادم أفضل وأحسن بإذن الله تعالى. بإذن الله.